بص يا حلو انت يا سكر، اول حاجه هو ما اسموش فيلم كرتون، هو اسمه فيلم انيميشن. قولها تاني، انيميشن. تمام، خلصنا كده. بتدور احداث الفيلم في مزرعه تيران في اسبانيا. كل تور من التيران اللي موجوده دي بيامل ويطمح وبيتربى على عقيده. العقيده دي بتنص على ان افضل تور هو اللي بيختاره المصارع عشان يصارعه. المصارع اللي هو ده بيتولد فيرديناند بطل الفيلم في قلب المزرعة دي، بس هو بيبقى مختلف عن جراوي التيران التانية، وبيبقى ليه شوية اهتمامات مختلفة عنه. فيرديناند مهتم بالورد. أيوة، تورو مهتم بالورد. وما تعمليليش ببقك الحركة دي وتقوليلي أنا أعرف بني آدمين ما بيحبوش الورد، عشان أنا عارف أنت بتلقحها على مين. بس هقولك، الاهتمام عنده مش مرتبط بالورد، الحاجة الوحيدة اللي مرتبطة عنده بالورد شم النسيم. فيرديناند كان مشهور وسط التيران الصغيرين بفيرديناند أبو ورد، وكانوا دايما بيعايروه بالموضوع ده. بيجي بقى المصارع المزرعة عشان يبدا يختار تور عشان يصارعه، ودايما المصارع بيختار اقوى سور، وبيقع الاختيار هنا على ابو فيرديناند. بس فيرديناند ما كانش فارق معاه الموضوع اصلا، لان هو مش مقتنع بموضوع المصارعه ده. المصارع بياخد بابا ويمشي، فيرديناند بيفضل مستني بابا ما بيرجعش، فبيقرر هنا فيرديناند ان هو ياخد بعضه ويهرب. بيفضل بقى يهرب من قطر الغابه وهكذا لحد ما بيكعبل فابو نينا. نينا مين بقى؟ نينا اللي هي دي، وبتطمنه وبتقوله ما تخافش انا ههتم بيك ومش هسيب حد يأذيك. فالكلام ده بيأثر فيه قوي قوي، وبعدين بيلاقيها حاطه ورده كده على ودنها، فبيبدأ يحبها ويطمن لها. من حسن الحظ ان بابا نينا عنده مزرعه ورد. هتقولي يا عم اسمه مشتل ما اسمهاش مزرعه ورد؟ هقولك، يعني انت سبت المهم ان ابوها طلع عنده مزرعه ورد ولا مشتل وهو بيحب الورد، ولما ضاع ابوها هو اللي لقاه، وجاي تقول لي اسمه مشتل مش مزرعه ورد؟ يا سيدي انيميشن، خيال مخرج، ما تركز. بيحصل بقى بعد كده شويه احداث درامانتيكيه، وبتتعلق نينا بفيرديناند، وفيرديناند بيتعلق بنينا، وبيفضلوا مع بعض لحد ما فيرديناند بيكبر زي ما انت شايف كده. واضح كده زي ما انت شايف ان الحاجة ابو نينا ما بخلش على فيرديناند بحاجه. بسم الله ما شاء الله، بقى طول بعرض. لحد ما بيجي اليوم اللي فيرديناند بيستناه كل سنه، وهو مهرجان الورود. فالحاجة ابو نينا بيقول لفيرديناند، ونينا للاسف مش هنقدر ناخدك يا فيرديناند، لان انت لو جيت بمنظرك ده هترعب الناس هناك. بتمشي نينا وباباها، وبيقعد فيرديناند مع نفسه كده يقول اروح ما اروحش اروح ما اروحش. بيروح فيرديناند المهرجان، وبيحصل اللي انت شايفه ده، كل اللي موجودين في المهرجان بينبهروا بجماله. لحد ما بتيجي نحله ثقيله ورخمه، وبتقوم جايه لدعاه في مكان معين كده مش عايز اقوله عشان لو في حد صغير بيتفرج. ففيرديناند بيساوي المهرجان بالارض، فبيجي بقى الجماعه اللي هم بيلموا الحيوانات دول، فبيهرب منهم فيرديناند وبيستخبى في امن مكان في العالم. المشكله مش في المكان صدقني، المشكله في صاحبه المكان. يعني انت لو كسرت طبق في البيت بندور على دواء الضغط والسكر، ما بالك دي بقى هيحصل لها ايه لما تشوف المحل بتاعها اللي هو الصيني فتاتا متفتت. بينجح بقى الناس اللي هم بيلموا الحيوانات دول ان هم ياخدوا فيرديناند، وبعدين بياخدوه ويرجعوه المزرعه اللي هو كان هرب منها. صاحب المزرعه بيلاحظ ان فيرديناند متعصب، فبيعرف الحل على طول، وبيقول لهم هاتوا لي المعزه لوب. بتخش لوب على فيرديناند وبتقول له ايه يا جميل، مالكش في الاولد ايدج ولا ايه؟ لوب بقى بتاخد فيرديناند وبتروح تعرفه على افراد المزرعه، فبيطلع طبعا فيرديناند عارفهم واحد واحد، ولوب بيطلع شكلها معزه. وبيجي واحد منهم وبيقول له فيرديناند ابو ورده، بس انت ريحتك بقت وحشه ليه كده؟ فبتيجي لوب وبتقول له على فكره ده مش وشه. وبيجي بقى المصارع عشان يختار سور منهم، وزي ما قلنا عقيدة السور ايه؟ ان السور اللي المصارع هيختاره هو ده افضل سور. تعرف لو بتركز نص التركيز ده في مذاكرتك هتطلع الاول. من كتر حبهم في المصارع وخوفهم ان هو ما يختارهمش، واحد منهم عينه بتيجي في عين المصارع فبيغمى عليه كده. ففيرديناند ابو قلب طيب بيجري عليه عشان يساعده، فالمصارع طبعا ما بيعجبوش الكلام ده. بيجي الليل على فيرديناند، فيرديناند بيقرر ان هو لازم يهرب من المكان ده، ولا بيطمح ان هو يبقى احسن سور ولا نيلة. وفيرديناند بيحاول يهرب، بيكعبل في الاوضه دي. الاوضه دي عاملها صاحب المزرعه كتذكار يعني للتيران اللي فقدوا في المصارعه. وبيفهم فيرديناند هنا ان مفيش تور دخل المصارعه دي وطلع حي، فبيقرر هنا ان هو مش هيهرب وهيرجع تاني يحذر الباقيين. بس طبعا الباقيين ما بيصدقوهوش، لان هو بالنسبه لهم فيرديناند ابو ورده اللي هرب وهو صغير وكان جبان، وكمان ما بيحبش مصارعه التيران ولا بيؤمن بالعقيده بتاعتهم. فبتقوم خناقه بينه وبين التور التاني، وللاسف المصارع بيبقى واقف يتفرج على الخناقه دي كلها، وفي الاخر خالص بيختار فيرديناند وبيقول هو ده اللي يستحق يبقى معايا في الحلب. نسيت اقولك بقى معلومه مهمه، ان التور اللي بيخسع وما ينفعش للمصارعه صاحب المزرعه بيبعته عند الجزاره على طول. يعني التور اللي اغمى عليه في الحلبه من شويه سبق التور ده عند الجزار. فيرديناند هنا بيحس بالذنب وبيروح عشان يلحقهم قبل ما يبقوا بوفتيك، وبينجح في الموضوع ده وبيحطهم كلهم في النص نقل دي وبياخدهم وبيهربوا. وبتستمر المطاردات بينهم وبين صاحب المزرعه لحد ما بيقدروا يتخلصوا منه، وبيقول فيرديناند ايه محدش يقدر يوقفني دلوقتي، اي ام فري.
فبيلاقي نفسه في ميدان العباسية والوضع زي ما انت شايف كده، فبيضطر ان هو ياخد اتوبيس نقل عام لان بالنسبة له ما هيبقى فاضي. بيوصلوا رمسيس بالسلامة، وبتستمر تاني المطاردات بينهم وبين صاحب المزرعة. وفي لحظة شهامة كده فردناند بيقول له ما تنساش تسمي الواد فردناند يا اسطى، وبيقرر ان هو هيضحي بنفسه عشان يسيب بقى القطيع يهرب. وطبعا حدث زي ده لو حصل فعلا في العباسية فسي بي سي هتزيقه، والحاجة بونينا مش هاكل سي بي سي طول النهار. فالحاجة بونينا بيقرر ان هو هياخد نينا وبعدين يروح ورا فردناند حلبة المصارعة. هتقول لي عارف منين ان هو راح حلبة المصارعة؟ اقول لك برضو من التلفزيون من السي بي سي. فردناند اصلا مش فارق معاه الموضوع، فهو مش عايز يصارع اصلا، ولكن هما بيرغموه ان هو يصارع، فبيمرمط بكرامته الارض. وانا بصراحة كان نفسي يمرمط بكرامته الارض لان الراجل ده مستفز طول الفيلم. طبعا الناس حبت فردناند، وفردناند اصلا مش عايز يصارع، فالناس تعاطفت مع فردناند وقالت للمصارع ما تقتلوش. فبيضطر المصارع ان هو يسيب فردناند وما يقتلوش، وبتكون نينا وصلت وبتخش على فردناند وبتحضنه زي ما انت شايف، وبعدين بتقول له كلام مهم: ما تنساش تخش على اليوتيوب وتعمل اشتراك لعبده عاطف وتشوف الافلام اللي اتحذفت من على الفيسبوك عشان حقوق الطبع والنشر، ومتشكرين يا سكر. You're adorable. Is this love? I love love.